السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة المنتخب المغربي ومنتخب جورجيا والقنوات الناقلة. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الخميس أن المنتخب المغربي سوف يواجه منتخب جورجيا استعدادا لانطلاق منافسات كأس العالم بقطر. ونشرت الجامعة الوصية بلاغا جاء فيه في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، يجرى المنتخب الوطني المغربي مباراة ودية أمام منتخب جورجيا بالإمارات العربية المتحدة، وسوف تجرى هذه المباراة يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري بداية من الساعة 5 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والسادسة بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة. وسوف تنقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية.